تزامنا مع الذكرى 74 لثورة 48 الدستورية التي قادها الشيخ المجاهد علي ناصر القردعي التي أطاحت بحكم الكهنوت والمستبد الهالك الطاغية يحيى حميد الدين، أقام تجمع شباب اليمن الاتحادي حفلا خطابيا في مدينة مأرب بحضور عدد من أحفاد الشيخ القردعي والذين لا زالوا يخوضون غمار الحرب والنضال ضد مخلفات الإمامة والكهنوت. وفي الحفل ألقيت عدد من القصائد والكلمات تحدثت عن الدور النضالي الكبير للشيخ علي ناصر القردعي وكافة ثوار 48، وتعهد الجميع بالسير على درب الثوار الأوائل حتى الإطاحة بالحكم أو بالعصابة الحوثية الإمامية. نحن اليوم تجمع شباب اليمن الاتحادي نحيي الذكرى 74 لثورة 48 ثورة الدستور الذي قادها الشهيد الشاعر والشيخ المناضل علي ناصر القردعي ضد الكهنوت الإمامي. وإذ إننا في هذا اليوم نجدد العهد للشهيد إننا على الدرب سائرون وماضون في مغارعة هذا النظام المستبد الذي يدعي الحق الإلهي في استعباد الناس واستعباد رقابهم. وإذ إننا في هذا اليوم أيضا نجدد العهد لشهدائنا الشدادي وناصر الديباني وشعلان إن على الدرب سائرون وماضون.